كاساسي جميلة التوزيعة، من في استقبالاته، الكرة بالراسية دراج، بالراسية محمد دراج، ولكنها بين أحضان الحارس شلالي عادل. هاي كرة لي السريع في تنفيذها مونجي أو علاق فؤاد، يرفعها الراسية المتابعة، ولكن التدخل من الدفاع على مرتين. الكرة الثانية، الكرة الثابتة الدائرية كما ينبغي بين أحضان الحارس، ست مدافعين، الكرة عالية، الصراع الثنائي وخروج الحارس. غاية جمعية وهران مرورا برايد القبة وصولا لاتحاد البليدة والهدف الأول، وصولا إلى اتحاد البليدة والهدف الأول، اخطفها وسجلها، اخطفها وسجلها. هاتي الكرة دراج محمد يفتتح باب التسجيل لمصلحة السريع في هذه الدقيقة بالذات، في لحظة غفلة دفاعية انقلبت الحية وأصبحت النتيجة لمصلحة السريع. هدف مقابل صفر لسريع غليزان بكيفية رائعة. محمد دراج، لأن هذه النتيجة وفارق الهدف مخيف جدا في عالم كرة القدم، وبإمكان الفريق الخصم العودة في أي لحظة من اللحظات، ربما يأتي الركنية فعلا 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 فعلا، يعدل النتيجة، يعدل النتيجة من كرة ثابتة، من كرة ثابتة عدل النتيجة مجيد كريم، عدلها، عدلها في وقت حساس بكرة ثابتة، حرك بها شباك السريع ويمنح الفرحة لهؤلاء الأنصار على المدرجات. كنا نتحدث عن سيناريو مخيف بالنسبة للسريع غليزان. حاجي يأخذ كامل وقته، يسترجع قواه، يلعبها، تمدد للكرة وأخرجها إلى الركنية، تمدد إلى الكرة شلالي عادل. إذن أيضا مباراة كانت مثيرة وفي مستوى قيمة